أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وضيفنا الدكتور عماد هاشم، استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في سيتي ووك في دبي، وطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل على 4006. الصحة نعمة. مرحبا بضيفنا الدكتور عماد. دكتور عماد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور بسام. يا مرحبا. يا مرحبا. الأسبوع الفائت وصلتني بعض الرسائل التي تتعلق بالدسك في الظهر أو الانقراص ما بين الفقرات، والسؤال الجراحة متى وكيف؟ دكتور عماد. والله أستاذ بسام تعرف الجراحة هي آخر شيء. نعم. يعني حوالي 85% من البشر تعاني من انزلاق غضروفي أو ألام الظهر المتقطعة أو المزمنة، وهي يعني تمشي مع الوضع الحالي. إحنا ما نتحرك كثير وما نسوي رياضة، فدائما ألام الظهر تتكاثر وتصير مزعجة وتأثر على حياة الإنسان. إحنا إذا نشوف أول ما نشوف المريض اللي عنده ألام بالظهر، نأخذ تاريخ المرض بالكامل، يعني الفترة اللي مضت، كم صار له، كم شهر أو كم سنة، ألم مستمر ولا متقطع، ألم ظهر له، ألم رجل أو اثنينهم سوا أو رجلتين سوا، هل الألم يزيد عند المشي، عند القعدة، عند الحركة، أو يعني كل الأشياء تدخل بالتفاصيل. بعدين بعد نفحص المريض سريريا ونشوف إذا كان أكو علامات سميها red flags، اللي هي العلامة الحمراء اللي هي تخوفنا. إذا كان أكو ضعف بالرجل أو خدر أو تنميل، أو كان يكون صعوبة بالمشي، أشياء المهمة اللي تجذب الأطباء لاتخاذ قرارات أخرى. معظم الحالات يعني 90% من الحالات على هالمستوى هذا تعطى أدوية ومسكنات مع الألم ودهون، ونعطيهم تعليمات أنه يسوون رياضة. بس قسم من المرضى ما يستجيبون لهذا، فنروح للمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الفحوصات. والفحوصات تشمل الأشعة العادية مع الظهر، ورنين المغناطيسي للظهر، ومرات نسوي الطبق المحوري أو يسمونه السي تي سكان. يعني هذه كل الأشياء اللي ممكن أنها تفيدنا في تشخيص الحالة بشكل دقيق، ونعرف بالضبط سبب الألم منين جاي، هل هو من الديسك أو هل هو من أسباب أخرى. بعد ما نصل لهذه المرحلة نبدأ بالعلاجات. العلاجات المتوفرة هي أدوية رقم واحد، واللي هي مسكنات الألام، مرخيات العضلات. بعدين ننطي، ممكن انه الالم اذا ما ارتاح المريض ممكن ننطي ابره بالظهر يسموها ابيديورال. نفس الابره اللي تعطى للنساء اثناء الولاده ممكن تفيد في هذه الحاله. واذا الابيديورال ما نفعت ممكن ننطي يسموها يعني ابر محليه، خلينا نقول الابره اللي تفيد في حالات انه نخفف الالام وتنطي المريض فتره. إذا كان هذا كلها ما استفاد من المريض، يعني لحد الآن مشينا حوالي 5 مراحل وما استفاد، آخر شيء نفكر بالجراحة. لا سمح الله إذا كان أكو قبل هذا المرحلة أن أكو مثلا سقوط قدم أو ضعف بالرجل، أو مثلا تنميل شديد، أو المريض ما يقدر يمشي، أو احتباس بالبول، أو احتباس بالخروج، يجي حالة يعتبر حالة مستعجلة أو حالة طارئة، وفي هذه الحالة طبعا نقوم بإجراء الجراحة مستعجلة. بس بأغلب الأحوال يعني أنا أشوف يومية في 20 مريض بالعيادة، من هذولا 2 أو 3 يحتاجون عمليات، والبقية عبارة عن أدوية ومسكنات وأبر وشغلات أخرى. نعم. ضيفنا الدكتور عماد هاشم، استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في سيتي ووك في دبي، وطرق التواصل على الهاتف 600-551-414، الرسائل على 4006. الاعتماد الصحي ليست شهادة تعلق على الجدار، بل هي خريطة طريق لتوفير أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية من أجل تقليل الأخطاء وتحقيق السلامة للمرضى. نصيحة بلسم لتعزيز الصحة.
إذا ضيفنا الدكتور عماد هاشم استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في السيتي ووك في دبي. طرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل على 4006. ورسالة من الأخ أبو أحمد يقول: أنا في 40 من العمر، كان لدي آلام في أسفل الظهر منعتني من الحركة والقيام بالأنشطة المعتادة. ذهبت إلى أحد الأطباء فقال لي بإني أعطيك إبرة بالظهر، وأنا خفت أنه تكون كورتيزون فما أخذت هذه الإبرة. الخوف من الكورتيزون، والله أنا أتفق معنا اتفاق كامل. يعني نعم. هو الكورتيزون وله يعطى جرعة قليلة حوالي 80 ملي جرام منطقي في هيك حالة، بس إلا يعني هذا يكون في المرحلة متقدمة. يعني هاي الإبرة مو أول شيء نعطيه للمريض. نعم. يعني إحنا نشوف الإبرة مثل ما تفضلت بداية، نعطيه أولا نعطيه الأدوية الاعتيادية، وبعدين ممكن نعطي أدوية شوية أقوى، ممكن تكون أدوية خاصة لآلام الظهر ومدخلات، وبعدين نسوي علاج طبيعي، تمارين ورياضة، وإذا كل هاي مفادات بعدين نفكر بالإبرة. نعم. وتغيير نمط الحياة أيضا دكتور عماد، يعني إذا كان الشخص مثلا بدين عنده زيادة وزن، عنده أيضا وضعيات خاطئة وما شابه ذلك، فيعني أيضا يجب أن يساعد نفسه في نجاح الخطة العلاجية وفي الحد من الآلام والمضاعفات الناجمة عن هذه المشكلة. بالضبط بالضبط، كلام مضبوط 100%. نتفق معك 100%. الوزن مهم، الرياضة، السباحة، التمارين، يعني تقوية العضلات شغلة جدا ضرورية. وكثير من المرضى أنا شفتهم وأشوفكم يوميا يقول إحنا كنا، أنا كنت أروح للجيم ألعب رياضة وأنا كلش مرتاح، من بطلت الرياضة رجع الألم مرة ثانية. وهذا دائما نشوفها بالمقسم من المرضى اللي عندهم اصابات الديسك. بالنسبه للابره نعم. يعني لا يقلق الاخ المتصل، يعني هي جرعه بسيطه اللي هي تقريبا 80 ملغ كورتيزون ومعها ماده مخدره اللي هي زالوكاين او لينوكاين، وطبعا تنعطى مره واحده ما تعطى بشكل متكرر، وبعد اسبوعين يعني عاد تقييم الحاله المرضيه. اذا ما يتحسن عليها في 60 70 او 100% فصار المرضى نعطيهم ابره كل 6 اشهر مره. يحتاجوها بتيجي حالة ما راح تأثر على السكر أو على الضغط أو ما راح تخلي المريض يسمن يأخذ أدوية كثير، بس هي بحد ذاته كورتيزون. كورتيزون بي خطورة عالية دكتور بسام، إذا كان يؤخذ بطريقة مستمرة مثل جماعة اللي عندهم روماتويد أرثرايتس أو عندهم انتهاك تفاصيل، يأخذون كورتيزون لسنين. هذول عندهم مضاعفات واضحة ويأثر على درجة السكر مالتهم، ويصير عندهم مضاعفات شديدة من القلب. بس إذا يعطى مرة كل 6 أشهر أو كل سنة وجرعة بسيطة 80 ملي جرام ما راح يقوى التأثير اللي يخلي الميد يخاف بشكل كبير. نعم. طيب ناخذ اتصال من الأخ عمر. عمر السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل. اتصالي بنفس الموضوع بس بالنسبة للعلاقة بين الجلطة والغضروف، ما هل هناك علاقة في الأعراض في الأشياء هذه؟ جلطة الدماغ أستاذ عمر؟ نعم. جلطة الدماغ يعني السكتة الدماغية؟ لا، جلطة في الرجل على الأيدي أو شيء. لأنه كان في واحد عنده جلطة وكان بيعالج أنه عنده غضروف. نعم. وفي الآخر اتضح أنه عنده جلطة لكن بعد فوات الأوان، بعد ما يعني حتى بترت رجله. عشان كذا الواحد بيسأل هل هناك علاقة بين الغضروف والجلطة؟ نعم. لا، هو ماكو علاقة أستاذ عمر بيناتهم، ما في علاقة، وإنما سوء تشخيص. يعني إذا بعض الأوقات قسم المرضى يجون يقولون أنه عندنا ألم بالرجل، والدكتور يأخذ منحة أنه هذا الألم جاي من الظهر ويشخص كعرق النساء، يعني يشخص كانزلاق غضروفي وتجرى العيادات، بس ما أحد ما يفكر بأنه هذا عبارة عن تجلط بالرجل. تجلط الرجل بالفحص يبين أولا رجل تورم، البطة مع رجل تورم تكون توجع مزعجة، تضغطها توجع بشكل كبير. أكو فحص خاص نسويه بالقدم. نعم. يبين أنه إذا كان أكو جلطة بالهذا، وطبعا ممكن يسوي ألتراساوند بسرعة. نعم. وتشخص وتعالج بالأدوية المسيلة اللي هي حالة مستعجلة وخطرة، ممكن توصل للقلب، ممكن توصل للرئة. نعم. ممكن دوالي طبعا دكتور عماد، يعني دوالي الساقين أقصد، يعني والناس بتعتقد أنه إذا ما ظهرت الدوالي بشكل واضح يعني على الجلد مباشرة كتعرج وما شابه ذلك، فلا يعني لا تهتم بهذا الأمر. طبعا دوالي في دوالي يعني الأوردة العميقة وأيضا السطحية كمان. صحيح تمام. بس هو السائل أخ عمر ليس أنه أكو علاقة. نعم. جواب ماكو علاقة،
وإنما اشتباه في التشخيص، هذا هو أكثر. نعم نعم أشكرك. طيب رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، أنا في عمر 32 سنة، رجل عمر 32 سنة، سويت عملية ديسك الرقبة بين الفقرة الخامسة والسادسة قبل عام ونصف تقريبا، ولكن من الشهر الماضي بدأ الألم مع حركة الرقبة وبشكل متقطع يعني. نعم طبعا ألم الرقبة، أي شخص سوي عملية للرقبة ويبدل ديسك أو ديسكين من الرقبة يصير اختلال بالتوازن مع الرقبة، لأنه هذه المنطقة اللي سوى بها الديسك ما راح تتحرك إذا خلوا قفص سموها فيوجن، إذا خلوا ديسك اصطناعي ممكن تتحرك لمدة 6 أشهر أو سنة، بعد الحركة همتخل بشكل كبير، فيصير اختلال بالتوازن مع الرقبة. أكثر المرضى يجون بعد العملية في 6 أشهر أو سنة، من نفحصهم نشوف أنه العملية جيدة ما فيها مشكلة، بس أكو تشنج بالعضلات. فالشخص السائل يحتاج أولا يشوف الطبيب الجراح سوال العملية، يسوي له أشعاعات، إذا كل شيء مكانه وصار التحام بالفقرة بشكل جيد لازم يسوي علاج طبيعي. علاج طبيعي في حالات on off، يعني كل شهرين ثلاثة أو ستة واحد يسوي له 2-3 سيشنز علاج طبيعي، ويسوي تمارين بالبيت هو الدكتور يعلمه أو المعالج خبير يعلمه على التمارين، لأنه يعني غالبيتها هي تشنج وليس ديسك راجع، لأنه يعني بالفقرات العنقية الديسك ما يرجع، وإنما يمكن تأدى الديسك اللي فوقه أو تحته. بس الرقبة، أمراض جراحات الرقبة جراحات جدا جميلة، نتائجها رائعة، والمرضى ما تشوفهم وراها، مو مثل جراحات الظهر. نعم أيضا نذكر بشكل دائم وبشكل يعني من خلال برنامج بلسم بأن لا الدواء لوحده يحل المشكلة ولا مشرط الجراح يحل المشكلة، لابد أن يكون هناك تكامل وهناك دور أساسي للمريض في التعافي وفي تغيير نمط الحياة حتى يتمتع بصحة أفضل وجودة حياة أفضل. كنصيحة ختامية دكتور عماد، ماذا تنصح؟ كلامك ذهب دكتور، أنا أتفق معك 100%، لأنه نحن نتدخل بآخر الظروف. أهم شيء الرياضة والتمارين، خصوصا بالنسبة للرقبة. إحنا معظم الناس تشتغل على الكمبيوترز والقعدة الطويلة وعدم إجراء التمارين وعدم السباحة والعناية بالجسم والعناية بالوزن تأخذ أهمية عالية. الأدوية ما تفيد، الرياضة والاعتناء بالجسم هو اللي يفيد أكثر. وأيضا كلامك هو الذي يفيدنا بشكل كبير دكتور عماد، شكرا لك. دكتور عماد هاشم، استشاري الجراحة العصبية والعمود الفقري في مستشفى فاليانت كلينيك في السيتي ووك في دبي. دكتور عماد شكرا جزيلا لك. حياك الله دكتور بسام.